زوار مساجها الكرام في اطار مواكبه الجريده للانتخابات المهنيه التي تنظمها بلادنا بتاريخ 6 غشت 2021. اليوم نحط الرحال بجماعه سلا ونكتشف وجها جديدا من النخب الجديده التي تخوض غمار هذه التجربه الجديده. إنها شيماء الزمزمي، عرفناها في المجال الرياضي كبطلة حائزة للعديد من الألقاب القارية والدولية. نعم، شيماء الزمزمي تتقدمين للانتخابات الصناعة التقليدية. من تكون أو كيف تقدم نفسها لقراء الموقع الإلكتروني مساء الخير؟ السلام عليكم، نقدم لكم راسي. معكم شيماء الزمزمي، 25 سنة، حائزة على الماستر في القانون الخاص، بطلة سابقة في رياضة الجمباز، واليوم غادي نترشح في دائرة العيادة في الصناعة التقليدية في الصنف الفنية الإنتاجية. لماذا اختارت شيماء الزمزمي هذه الدائرة التي توصف بأنها دائرة الموج؟ هناك 6 لوائح سيجتازها الفائزين، سيتنافسون على مقعدين. إذن أنا جيت لدائرة العيادة حيت التعاونية اللي مخارطة فيها من منذ 2017 كاينة في العيادة وكنخدم معاها من 2017. إذن جاتني عادية نترشح باسم العيادة ونمثل الأحرار في العيادة ونمثل التعاونية اللي أنا مخارطة فيها. تقولين هذه التجربة تحت شعار؟ تناخد التجربة والانتخابات تحت شعار العيادة تستاهل أحسن. نعم، شيماء الزمزمي، ما هي رهاناتها أو انتظاراتها من المشاركة في هذه الانتخابات المهنية؟ إذن كنتمنى أول حاجة أن الشباب ينوضوا يخرجوا يصوتوا على حزب الأحرار حيث الشباب تاهما كيستاهلوا أحسن. وثانيا هو خصنا ندافعوا على الصانع التقليدي وخصوصا الصانعة التقليدية في المغرب كامل، حيث الصانعة التقليدية مهمشة شوية عندنا وخصنا نوضوا ونوقفوا بجنبها ونمثلوها احسن تمثيل يمكن. الحزب اليوم دار فيا الثقه ورشحني في دائره العياده باش نمثل البرنامج اللي حاط احسن تمثيل ونمثل الصناعيه احسن تمثيل ان شاء الله في الغرفه. اليوم الحزب التجمع الوطني للاحرار دار الثقه ديالو في الشباب والشابات وزيدوا من انتخابات الصناعه التقليديه باش يمثلوا الصانع التقليدي احسن تمثيل وطنيا وباش يمثلوا صانع التقليدي المغربي عامه في الملتقيات الدوليه والمعارض، وهكذا يقدر يسوق ويدير الاشهار للمنتوجات ديال الصانع التقليدي. اليوم حزب التجمع الوطني للاحرار من بين الاهداف الاساسيه ديالو هو نرجعوا الاعتبار للصانع التقليدي والصناعه التقليديه ونمثلهم احسن تمثيل ونوقفوا معاهم باش تحسن الوضعيه الاجتماعيه ديالهم وديال داويهم. صوتوا على حزب التجمع الوطني للاحرار حيت العياده كتستاهل احسن والمغرب كيستاهل احسن.